سي يوسف الزروالي عمرني ما عرفته، اللي عرفت فيه هو اول المبادرين اللي جا عندي وزارني من بعد ما تسرقت لي القناه ديالي اللي فرحت بها. انا هي امي فاتحه اللي حققت طوندونز المغربي، انا هي امي فاتحه اللي الحمد لله في دوله مغربيه، دوله منصفه للحق، اللهم لك الحمد. انا جيت دابا وخليت لامي ديالي اللي شافها السي يوسف تبارك الله عليه، السي يوسف اللي خدم معايا تقريبا 4 سوايع وطلب جميع الامه المغربيه والامه في سائر بقاع العالم باش تكلم بصوت امي فاتحه، الانسانه اللي تصدمات، الانسانه اللي صدموها الناس اللي مات فيهم الضمير الانساني، الانسانه اللي تتبكي باعلى صوتها وتتقول لهم رحموني يا ناس علاش سرقتوا لي القناه ديالي، تيقول لي انا قادر نعطيك القناه ديالي اللي فيها مليون ديال الابوني، قلت له لا السي يوسف انا بغيت القناه اللي خدمت عليها حيت انا ما بغيتش نسعى باسم جميع المعاقين بمدينه مكناس، انا ما بغيتش نسعى، بغيت نخدم بكتافي والناس صدموني وظلموني. انا تنحيي السي يوسف وغنبقى تنحييه وتنقول جميع الناس اللي تيهدوني، الناس اللي تيتصلوا بيا وتيقول لي ما تهضريش على السي يوسف، تنقول لهم هذا الانسان تنحييه الى ان يفنى العمر والى اخر يوم في عمري. تحيه لجلاله الملك الله ينصره، وحنا في دوله الحق والقانون، تحيه للدوله المغربيه وللشعب المغربي، ودمتم دائما مغاربه احرار. دائما شوفوا معايا وزوروني وتواصلوا معايا، واللي ما قدرتش نجاوبه الله يجازيكم بخير، ها الواتساب ديالي هو عندي في اللايف ديالي، عافاكم ما تسمحوش الناس يصدموني مره واحده اخرى. الى مشى يوسف الزروالي بعد عمر طويل ان شاء الله تنتمناوه يرجع في اقرب الوقت. دائما كونوا معايا احرار، كونوا مغاربه كيف عرفتكم. تحيه للدوله المغربيه وعاش جلاله الملك.